السيسي يودع محمد بن زايد في مطار القاهره بعد زياره استمرت يومين ولي عهد ابو ظبي قبل مغادرته القاهره يؤكد ندعم مصر لتحقيق تنميه شامله والامارات تخصص اربعه مليارات لدعم الاستثمار والاحتياط النقدي وزارة التموين تطرح وجبات إفطار رمضانية تكفي أربعة أفراد بأربعة وعشرين جنيها بالمجمعات الاستهلاكية. والإسكان تقول سحب كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي غدا. وأسعار الذهب تتراجع عشرة جنيهات عقب انخفاض بسيط في أسعار الدولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم ورد وفل وياسمين أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم آخر أيام الأسبوع يوم الجمعة الجمعة الموافق 22 إبريل 2016 من الميلاد النهاردة الجمعة الحمد لله يوم هادي نسبيا ونوعيا رغم أنه لسه في كلام كتير عن بعض القضايا اللي ما اتقفلتش بالشكل المظبوط بس النهاردة في المقدمة عايز أكلم حضراتكم في مجموعة من الموضوعات اللي أعتقد إنها هتبقى مسار رأي عام خلال ال 48 ساعة اللي موجودين. رقم واحد بالنسبة لي وبالنسبة للمصريين أعتقد المحترمين الوطنيين كلهم وحتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر شكرا الإمارات. أنتوا عارفين إنه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كان في زيارة للقاهرة على مدار اليومين امبارح والنهارده، والنهارده غادر مطار القاهرة وكان في وداعه او على راس مودعيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجولة بتاعت الشيخ محمد بن زايد شملت مجموعة من المشاريع والأراضي اللي اتكلم عن استثمارات إماراتية فيها، وراحوا زاروا منطقة زايد الجديدة بالإضافة إلى تفقدوا بعض الأماكن الأخرى في القاهرة، ومباحثات قمة جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي الجولة اللي بالطائرة اللي اصطحبوا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة الجديدة والمدن الجديدة والمشروعات والاستثمارات القادمة في مصر في الحقبة القادمة إن شاء الله. ثم ثم تم الإعلان عند مغادرة الشيخ محمد بن زايد لمصر إنه الإمارات قررت أن تقدم لمصر أربعة مليار دولار. ثاني أربعة مليار. دولار اتنين منهم على سبيل وديعة تودع في البنك المركزي واتنين منهم في صورة استثمارات بمشروعات استثمارات بمشروعات مبدئيا 2 مليار دولار انا بقى وانا بكلم حضراتكم سايبينكم امام التفاصيل والشروحات والبيانات بتاعة التجمع الجديد بتاع الشيخ محمد بن زايد اللي هيبقى في التجمع اللي هو بطول 12 كيلو متر وعرض 6.5 متر والكلام اللي انتم شايفينه حضراتكم على الشاشه وفي مدينه طبيه وارض المعارض وقريه ذكيه ومنطقه ترفيهيه يعني مدينه متكامله ال2 مليار دولار اللي الامارات في رايي يعني اهدتهم وانا أقصد اقول المصطلح يعني اهدتهم لمصر أولًا بسم الله الرحمن الرحيم كده رفعوا الاحتياطي النقدي المصري في البنك المركزي المصري من 16.5 مليار دولار إلى 18.5 مليار دولار. حد حيقول طب وإيه يعني؟ سؤال لطيف، سؤال خفيف، خلونا نقول إيه يعني. أولًا الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هو عنصر من أهم أهم عناصر تقييم الاقتصاد والحالة الاقتصادية لأي دولة. ده رقم واحد. رقم اتنين يؤثر كثيرا يؤثر كثيرا في سعر العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية وأبرزها الدولار. وأنا بقول لحضراتكم أهم والعهدة على الراوي إنه النهاردة بعد الظهر وبكرة هتلاقوا قفزة لتحت في سعر الدولار. ليه؟ لأن بقى فيه سيولة ووفرة في الدولار في البنك المركزي المصري فكل ما يبقى فيه وفرة وسيولة من الدولار في البنك المركزي المصري العرض يقل الطلب يقل فالعرض يزيد فالدولار ينزل فشركات الصرافة مجبرة غصب عن عينها النهاردة بالليل وبكرة الصبح إنها تقلل سعر الدولار وأعتقد أعتقد أنه بكرة هيتكسر حاجز الحداشر اللي كان وصل له ده وينزل لعشرة وشوية أو ربما يوصل لعشرة مش عارف طبعا بالتحديد يعني رقم ثلاثة أهمية الـ 2 مليار دولار الضخ في البنك المركزي في الاحتياطي أن كل الخبراء بتوع الاقتصاد ويمكن تسألوا فيها دي يقولك أن بالنسبة لمصر الحد الأدنى الحد الأدنى اللي, ب... اللي تحت منه تبتدي تقلق على اقتصادك هو 16 مليار دولار الحد الأدنى اللي تحتيه ما يبقاش عندك فلوس تعرف تستورد بيها السلع الاساسيه اللي بتأكل وبتشرب بيها شعبك هو 16 مليار دولار. معنى كده ان احنا طول الكام شهر اللي فاتوا دول لما كان الاحتياط النقدي بتاعنا ونص مليار دولار معناها ان احنا كنا على رك كنا على الحافه. كان فاضل بس فاضل لك زلطه وتطلع بره زي النكته بتاعه المسرحيه القديمه. فال مليار دولار النهارده يدوك نفس. يدوك نفس. ما تبقاش بتشتغل وضهرك للحيطه زي الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. خلونا بقى نطلع من الارقام والاقتصاد والحاجات دي اللي انا عارف انها بتضايقكم وما يعني ما بتبسطش حد. لفكره الامارات نفسها. وانا الحقيقه مش عايز ابان انه احنا يعني بنطبل وبنجامل وبننافق وبنقول كلام كبير وقت ما حد بيساعدنا بس اللهم اشهد ان هذا الكلام يخرج من قلبي. الامارات تحديدا وانا بقولها اهو ورزقي على الله. الامارات تحديدا. لا مش تحديدا. الامارات بس عشان الكلام يبقى على ابوه. الامارات بس هي اللي بتساعد مصر بدون اي مصلحه بدون اي منفعه بدون اي هدف الاخرين هيزعلوا على عيني وراسي معلش انا مقدر كل من يساعد مصر مقدر السعوديه ومقدر الكويت ومقدر البحرين ومقدر كل دوله بتساند مصر سواء اقتصاديا او سياسيا في كل المحافل انا بقول رأيي كمواطن قبل ان اكون اعلاميا الامارات بس حصريا هي التي تقف بجانب مصر في وقت الشدة بدون اي مصلحة لان الامارات عارفين قيمة مصر وعارفين اهمية مصر وعارفين مصلحتهم من مصلحة مصر رقم اربعة المهم ان هم بجد ابناء زايد ورثوا حب مصر من الشيخ زايد رحمة الله عليه ترحموا عليه كثيرا هذا الشيخ الفاضل الراحل الكبير ورثوا ورثوا حب مصر من الشيخ زايد فبيشتغلوا بجد بحب بيشتغلوا بحب شاكينهم بيشتغلوا بفطرة المحب عشان كده الحركة اللي حصلت النهاردة أنا في رأيي إنها ما كانتش متحضره يعني انتوا عارفين المنح والاستثمارات والاتفاقيات والودائع والحاجات دي كانت بتبقى طول الوقت اتفاقيات قبليها ومناقشات ومفاوضات انا في رايي ان الزياره دي في رايي الزياره دي جاءت مفاجاه والوديعه اللي ب2 مليار وال2 مليار تاني استثمارات دول كانوا بصفه مفاجئه كمان لانه مصر كانت في ازمه اقتصاديه حقيقيه عشان كده الشيخ محمد بن زايد جه وقال لما تبقوا مزنوقين احنا موجودين عايزكم بقى على قد ما تقدروا شكرا الامارات، شكرا شعب الامارات. بجد. لا انا مش عايز اقول شكرا آل نهيان ولا شكرا زايد ولا كذا لان الحكام يعني شكرهم يبدو انه تملق او كذا وخصوصا ان هذه الاموال هي اموال الشعب الاماراتي مش اموال الحكام الاماراتيين. فعندما يقدم الشعب الامارات 4 مليار دولار لمصر وهم في واحنا في امس الحاجه لهم لازم اقولها بالفم المليان شكرا شعب الامارات. بس. في حاجة تانية حاصلة في البرلمان. حاجة مش تمام. ليه مش تمام؟ علشان ال... البرلمان أنا بصراحة واحد من الناس وقلت لكم أنا في بداية الانتخابات وبداية البرلمان ما كنتش متفائل بيه أوي. ثم شيئاً فشيئاً ابتديت الحقيقة أقول لا يمكن أنا وجهة نظري غلط البرلمان ده قد يأتي بالجديد وقد يأتي بالمفيد وانه بجد برلمان فيه ناس وفيه تكتلات وفيه احزاب ناويه تعمل حاجه. والمثال بتاع قانون الخدمه المدنيه كان مثال رائع، المثال بتاع التصويت على بعض القوانين وكذا كان الحقيقه شيء ايجابي فخلاني شيء يدعوني للتفاؤل يعني. اللي بيحصل دلوقتي بقى حاله مش عجباني من ائتلاف دعم مصر. ولازم اعترف بده يعني. وهم كلهم اصدقاء وافاضل ومن واجبي ان انا ابصرهم ان ده مش صح، حتى لو هم فاهمين ان ده فيه المصلحه. ائتلاف دعم مصر له اغلبيه المقاعد كائتلاف. بيعمل ايه بقى؟ في رايي انه بيعمل حاله من حالات الوصايه. حاله من حالات الوصايه، يعني ايه الوصايه؟ الوصايه يعني كانه كانه بيقول للاحزاب وللمستقلين وللنواب وللراي العام وللاعلام بره إن إحنا أوصياء على مجلس النواب. إحنا اللي بندير مجلس النواب. إحنا اللي بنحرك مجلس النواب. إحنا اللي بنشكل التكتلات جوه مجلس النواب. إحنا الكتلة الحرجة اللي جوه مجلس النواب. إحنا كمان اللي بنقول مين يجي رئيس لجنة إيه ومين ما يجيش رئيس لجنة إيه. والحقيقة إن ده مش واقع ومش صح ومش حاصل. بس كمان وهو مش حاصل ما ينفعش ندعي إنه بيحصل. ليس هناك اوصياء على البرلمان. والصفعه او الضربه المهمه اللي خدها ائتلاف دعم مصر اثناء التصويت على قانون الخدمه المدنيه اعتقد انه خير شاهد على اللي انا بقوله. ائتلاف دعم مصر قبل التصويت على قانون الخدمه المدنيه اعلن انه موافق وانه بيوعز لنوابه واعضائه المنتمين لائتلاف دعم مصر ان هم يوافقوا. كانوا بيقولوا ان ائتلاف دعم مصر ده عدده 300 350 فبالتالي لو 300 350 صوتوا بنعم على قانون الخدمه المدنيه اللي تم التصويت عليه من شهرين كان زمانه اتوافق عليه. النتيجه ان الاغلبيه صوتت بلا ورفض القانون. معناها ان ائتلاف دعم مصر ليس له سلطان وليس له سطوه وليس له وصايه لا على النواب ولا حتى على اعضائه من النواب. فبالتالي فكرة الزعم والادعاء بإن احنا بنوزع التورته وإن احنا اللي معانا السكينه اللي بنقطع بيها الكحكه والتورته ونقول مين ياخد الكريمه ومين ياخد الشوكولاته ومين ياخد الفاكهه مش مظبوط. الكلام اللي انا بقوله ده على خلفيه الكلام اللي قاله ائتلاف دعم مصر عن توزيع توزيع اللجان ومنها اللجنه التشريعيه والدستوريه. وقال قال كده ائتلاف دعم مصر إن احنا نسقنا مع أحزاب كثر ونسقنا مع مستقلين ونواب كثر واتفقنا مع حزب الوفد على اننا حندي هنهدي حنمنح بهاء الدين ابو شقه المستشار يعني بهاء الدين ابو شقه رئاسه لجنه اللجنه التشريعيه والدستوريه في مجلس النواب. بخلاف فكره المنح والعطيه والهبه وانه من اعلى من لا يملك يعني يعطي هو المستشار الدين ابو شقه وبخلاف ان هو وفدي كمان عشان ما يبانش ان انا بكلم ان انا بمدحه لانه وفدي او مش وفدي انتوا عارفين انا لا انتمي لاي حزب سياسي في مصر هو المستشار الدين ابو شقه في رايي هو افضل وانسب من يتولى هذه اللجنه ده رايي ليس لانه وفدي وليس لانه قانوني ودستوري رفيع المستوى كويس حلو ففكره ان هو يتولى اللجنه انا رايي ان ده طبيعي ان هو يتولى اللجنه ولو الانتخابات بكره التصويت بكره على رئاسه اللجنه التشريعيه والدستوريه مش عادي طبيعي الطبيعي ان بهاء الدين ابو شقه يكسبها فدي ما فيهاش منا ولا تفضل ولا عطيه من احد اما وان احنا يبان ان احنا اللي جايبينك احنا اللي مديينك هذا التصرف اولا لا يليق بالاخلاق والاداب البرلمانيه رقم اتنين فيه نوع من انواع الاستعلاء والايهام بالسلطه والسطوه والوصايه، واحنا اتفقنا انه لا وصايه لاحد على احد. وبما ان المستشار بهاء الدين ابو الشقه وفدي، وبما ان ائتلاف دعم مصر قال في كلامه وفي بياناته انه نسق مع حزب الوفد علشان توزيع اللجان وتوزيع رؤساء اللجان وكذا، اصدر حزب الوفد بيان يكذب فيه ما جاء على لسان ائتلاف دعم مصر. وهقرا لكم البيان نصا يعني عشان ما في اي تدخل مني يعني. اكد بيان حزب الوفد عدم صحه ما ورد في البيان الصادر عن ائتلاف دعم مصر من ان حزب الوفد ضمن الاحزاب التي تم التوافق معها على رئاسه احد لجان مجلس النواب. وكان حزب الوفد قد اكد اكثر من مره على لسان رئيسه واعضائه انه لم ولن يتم الاتصال او التنسيق مع اي احد حول لجان مجلس النواب وذكر الوفد في البيان انه اذا كان بعض, اتلا... بعض اعضاء ائتلاف دعم مصر قد اعتادوا النجاح او الحصول على مناصبهم عبر توزيع المنح والعطايا فان الوفد لا يعرف طريقا للمواقع السياسيه سوى الطريق الديمقراطي وصندوق الانتخابات المنزه عن كل توجيه او غرض واكد الوفد انه يؤمن ان النيابه عن الامه شرف لا يدانيه شرف ولن يضيف الى هذا الشرف او ينتقص منه رئاسه لجان مجلس النواب تلك هي رؤيه الوفد وثوابته والتي تؤكدها المواقف المتتاليه لذلك وانطلاقا من ثوابتنا الوطنيه التي لا نملك ان نحيد عنها فاننا نرفض منحه من ائتلاف يظن انه يستطيع ان يسلب اراده الاكثريه من نواب الامه ويوجههم كيفما شاؤوا. وأخيراً نعلن ونؤكد أنه لم يحدث أي تنسيق من أي نوع بين حزب الوفد وائتلاف دعم مصر. وإننا على يقين أن معيار تصويت نواب الأمة المحترمين واختيارهم لهيئات مكاتب لجان المجلس هو معيار الكفاءة والقدرة على الأداء في المكان الذي يختارون له دون وصاية أو توجيهات. مم. تمام طيب خلونا ناخد المهندس نائب حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد مساء الخير يا باشمهندس اهلا مساء الخير يا استاذ تامر اهلا بحضرتك ازي حضرتك يا فندم أه الحمد لله يا فندم لماذا انتم غاضبون لا احنا غاضبون لان الاستخدام الاسم بحاجات ما حصلتش ده تاني مره او تالت مره اه يعني نفتكر في الاول يا يعني استاذ تامر في بدايه اللي اتلاف دعم مصر لما كانوا بيطلعوا يؤكدوا ان الوفد دخل الائتلاف وإحنا نطلع نقول ما دخلناش وهم يقولوا لا دخلوا انا يعني ايه حاجه غريبه جدا استخدام الاسم آه. في عمليه اللجان العمليه زادت قوي يعني بالمنطق والعقل كده يا حزب الوفد اما يجي ينصق اللي هو اعلن عدم تنسيقه من الاول مع الائتلاف انما نفترض هننسق آه. حزب الوفد هينسق على لجنه من 25 لجنه, آه. لجنة يعني بالمنطقه لجنه واحده من الخمسه يعني ده, ده مش استحاله ده اكبر من الاستحاله وبالتالي الزج بالاسم لا. بين حزب الوفد لما يجي ينسق احنا عندنا مؤسساتنا تمام طب اذا كان رئيس الحزب لا يعلم حاجه عن التنسيق ما يدعون يعني انا كنائب رئيس الحزب والنواب لا نعلم حاجه المكتب التنفيذي لا يعلم حاجه الهيئه العليا لا تعلم حاجه الهيئه البرلمانيه والاعضاءنا في الهيئه البرلمانيه لا يعلمون حاجه نسقوا معاهم يعني. طب مش يمكن يا فندم هم قصدهم انا يعني طبعا انا هنا بأ 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 بشوف او بمثل محامي الطرف الغائب يعني مش طبعا. يمكن يكون قصدهم ان هم نسقوا مع بعض الاعضاء من حزب الوفد مش الكيان لا حتى لما ناخدها كده هتلاقي بقى ان كل اللي كان ان احنا نازلين فيها هم منزلين قدامهم اتنين اه يعني مفيش لجنه واحده متسابقة يعني ايه؟ يعني لجنه الاداره المحليه عندنا اللي انت قصدك لان لو في تنسيق كان هيفسحوا المجال لمجموعه من الوفد في حته ده يا فندم احنا عندنا آآ آآ احمد السجيني نائب احمد السجيني نازل مثلا على الاداره المحليه أوه. نازل قدامه اثنين على الرئاسه من دعم مصر اثنين طب كانوا حتى هم يقدروا على واحد فيهم من عندهم تمام لو هم عاوزين يقدروا ينسقوا يعني طيب هي القصة, القصه هنا القصة تمام هي القصه هنا يا باشمهندس انت رايك اه انا قلت في الاول ان ائتلاف دعم مصر بيحاول انه يوهم بان لديه نوع من الوصايه ما على المجلس او على توجيه المجلس هل تعتقد ان هو ده الاحساس اللي عايزين يصدروه اه هو احساس صح انه يعني بيزود في القصه شويه بس العيب ان انا ازج باسامي احزاب او اشخاص حتى ما حصلش الكلام ده ده اللي ما في السياسه وده اللي بيغضبنا يعني في الاول والاخر اللجان هي اللجان احنا اعلنا موقفنا من الاول خالص قلنا اللجان دي هي العقل والقلب بتاع المجلس آه. وبالتالي الاصلح يمسكها الاصلح بقى مش في دماغي هو مستقل هو وفد هو تجمع ومصين احرار الاصلح ده لجان دي لجان ده عقل مجلس النواب انا مش هدخل بخناقه على حد أعمله له شل عشان انجحه وهو لا يصل تمام ما هو ده هيصب هيصب عليا انا في الحزب ان اللجنه دي هيبقى شكلها وحش صحيح. وحزب الوفد يبقى شكله وحش صحيح طيب خليني بقى اطلع من القصه دي وخلاص حضرتك قلت موقفك واسالك السؤال المبدئي هو فكره عشان المشاهد دلوقتي اللي بنحترم عقله ويقول هو ليه الحزب الوفد وليه المهندس حسام دلوقتي منفعل قوي في فكره انه ينسقوا مع كذا هو التنسيق عيب ده المفروض التنسيق ده والتواصل ده يبقى سنه حميده بتتبعها الاحزاب والتكتلات والائتلافات جوه البرلمان علشان يبقى في هذا التواصل مش في خصومه طبعا ده اما نبقى بنشتغل سياسه. السياسه فيها تنسيق. امال احنا بنشتغل ايه يا ريس؟ لا يا فندم، هنا بنشتغل زي ما, ما, ما حضرتك كنت بتتكلم في الاول آه. ان انا لك منحه. آه. انا مش عاوز اشبه بزمان الحقيقه يعني يعني ايه طبعاً. تاخد المنحه دي وتسكت تاخد لجنه وتتكل على الله يعني ده ده, ده, ده مش تنسيق، التنسيق بيتبني على اسس على شخصيات على مصلحه عامه في الاول آه. مصلحه عامه للبلد اللي عاوزين نزقها كلنا تمام <applause> ما حصلش عارف يا استاذ سامي مش عيب ما حصلش تمام تمام انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد معلقا على البيان اللي اصدره الحزب متعلقا على الكلام اللي قاله ائتلاف دعم مصر بانه قام بالتنسيق مع الوفد لاخذ رئاسه لجنه اللجنه التشريعيه والدستوريه امبارح كان في يوم 21 ابريل مش النهارده 22؟ اه النهارده 22 امبارح 21 ابريل كان ذكرى وفاه الخال الشاعر الكبير الكبير عبد الرحمن الابنودي رحمه الله عليه الذي في ظني لم يمت مات جسدا ولم يمت روحا وفكرا وشعرا ونثرا وادبا وحبا واشياء كثيره جدا نثرها في اسرته الصغيره وفي اسرته الكبيره المصريه باشعاره وكلامه ووطنيته اللي ما كانش فيه موقف وطني سياسي الا وكان الابنودي على راس الحاضرين فيه بقامه وطنيه محترمه جدا جدا يعني. الابنودي الحقيقه حاله خاصه ومختلفه. ما تقدرش تحسبه على تيار. والابنودي ما تقدرش تحسبه حتى على مرحله. يعني اعتقد انه عبد الرحمن الابنودي ما حدش جره انه يقول عليه انه شاعر مبارك ولا شاعر السادات ولا شاعر مرسي ولا شاعر السيسي. كان بيتقال عليه دايما الخال يعني ايه الخال في ناس كتير بيقول لك انت شبهنا بتقول عبد المنودي خال ايه الخال 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 لانه طول الوقت كنت تحس ان هو قريبك كنت تحس أنه هو والدك وزي ما بتقال عندنا المثل في الفلاحين الخال والد فكنت بتحس طول الوقت ان هو الكبير بتاعك انا طول الوقت كنت بحس ان الابنودي هو كبيري كبيري في الفن وفي الابداع وفي الثقافه وفي الشعر وكمان في الوطنية وفي حب مصر عشان كده في رأيي انه يجب ان يتم تكريم تاريخ الابنودي اكتر من كده بكتير احنا في مصر للأسف الشديد وفي الآونة الأخيرة ما بقيناش ندي لقيمة الوفاء أهمية كبرى ورموز كتير رحلت وزعلنا عليها يومين ونسيناهم فاتن حمامة يجب أن نتذكرها أكثر من كده وتاريخها يكرم اكتر من كده عمر الشريف مش عايز انسى اسماء عشان محدش يقول بس ان انا نسيت نور الشريف كذا ومنهم عبد الرحمن الامنودي وبالمناسبه عشان ما يقولوش بس ان انا بتاع فن وفنانين لا وعلماء في علماء مصريين كثر وراهم الثرى او يعني وراهم التراب دلوقتي في قبورهم وعاشوا وماتوا وخدموا بلادهم ومفيش حد سمع عنهم لان الدوله لم تهتم بيهم ولم تكرمهم ولم تخلد ذكراهم بالشكل اللي يخليهم قدوة أمام الأجيال الجديدة أنا دلوقتي بنتي بنتي لما أقعد معاها لما أروح النهاردة وأقول لها أنا عايزك كده تخدمي بلدك وتشتغلي وتجتهدي وتبقي زي وتبقي زي وتبقي زي وتبقي زي, زي خد بالك انتوا مش لاقي حد اقول لها زي مين هقول زي مين اقول لها زي الابنودي هتقول لي ما بنتي صغيره بقى هتقول لي هو مين الابنودي لان الدوله في السنوات الاخيره ما احتفتش بقيمه اسمها الابنودي اما أقولها زي سميره موسى تقول لي سميره موسى مش دي باين فنانه اقول لها لا مش فنانه والطم اقول دي عالمه الذره المصريه اللي اعطت لمصر مش عارف ايه وتم اغتيالها ايه عشان مصر ما توقفش على رجليه مصر عبقريه مصر عبقريه في انها تدفن تراثها تدفن قامتها تحط التراب على القدوه عشان الاجيال الجديده تطلع ما يبقاش عندها قدوه ما تبقاش عارفه تبقى حلوه زي مين فللاسف الاجيال الجديده بتطلع وحشه زي مين لو قلت لها بقى تعالي بقى وحش زي مين ممكن اعدد لها الف اسم في الرياضه وفي السياسه وفي الادب وفي الفن وبتاع اقول لها خمسمائة الف اسم ينفع تطلع وحشه زيهم عشان كده ها ها اللي بيحصل ها اللي احنا شايفينه دلوقتي في لقطه من محافظه الاسماعيليه ها كافي لا طبعا ولا كافي ولا نص ولا ربع بس هو ماشي محافظه الاسماعيليه عامله آه يعني تخليد لذكرى آه الخال في آه يوم رحيله او تاني يوم رحيله واعتقد ان انا سامع ان هم هيسموا ميدان حاجه كده هيسموا ميدان جنب المعديه رقم ستة في الاسماعيليه هيبقى اسمه ميدان الابنودي او عبد الرحمن الابنودي شيء لطيف شيء لطيف يكفي لا ما يكفيش هتقولوا لي ليه هيعمل اكتر من كده اقول لكم يعمل اكتر من كده الناس ما بتخلدش بشوارع وميادين يا ساده الناس ما بتخلدش بشوارع وميادين الناس بتخلد بان احنا ندرسهم نتعلمهم هتقولوا لي يعني ايه يعني اقول لكم هل تعلموا وهقول لكم مفاجاه انا سمعتها امبارح عشان ما ادعيش برضو العلم بان انا فقيه عصري وبتاع ما بحبش اقول الكلام ده امبارح كنت بتفرج على حلقه زميلي خيري رمضان في في السي بي سي برنامج اسمه ممكن وكان عامل حلقه حلوه الحقيقه كان مستضيف فيها نهال كمال ارمله عبد الرحمن الابنودي وبنات عبد الرحمن الابنودي اسمها ايه ونور بناته الاثنين والحقيقه بسم الله ما شاء الله بجد اللي خلف ما ايه ونور حاجتين يفرحوا ومتعلمين كل قصائد واشعار الابنودي وقالوا حاجه حلوه كانت حلقه حلوه بصراحه احيي زميلي خيري عليها المهم فوجئت نهال كمال ارمله الابنودي قالت انها كانت في زياره هي وبناتها لاسبانيا الصيف اللي فات ده وفوجئت ان في احدى الجامعات في اسبانيا بيدرسوا شعر الابنودي مترجم جامعه فين مش اسبانيا البلد بقى ولا منيا السكر في اسبانيا بيدرسوا شعر الابنودي مترجم بالاسبانيه هل تعلموا حضراتكم ان في مصر بلد الابنودي مفيش بيت شعري كتبه الابنودي بيدرس لا في مدارس ولا في جامعات انا بتكلم على التدريس يا استاذ ياسر تدريس انا بدل مدرس لولادنا في ابتدائي وبتاع شعر الجحفوظي وبيدرسوا مكرن مفرن قداه الشايل وبتاع والعيال مش فاهمه حاجه وبتطلع تضحك واحمد حلمي يعمل فيلم يتريق على الشعر الجاهلي اللي العيال بيدرسوه ليه ندرس شعر جاهلي يا يا متعلمين يا بتوع المدارس ليه بنتي تتعقد من العربي وهي في ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي ولا سته ابتدائي وتقرا صنخور الفركي فشكله مش عارف وحاجات ملاش هتعمل بيها ايه لما تتخرج ما تدرس شعر الابنودي ما تدرس شعر صلاح جاهين وبهاء شاهين جاهين ما تدرس شعر وادب توفيق العقاد هي هو ده اللي يدرس مش بتدرسوا لنا الشعر البلبولي وقصائد المعلقه والمفتقه والمفقه مش عارف ايه حسبي الله ونعم الوكيل في وزير التربيه والتعليم طيب في النهايه القدوه قدوه ان احنا نعلمها ونرسخها في دماغ اجيالنا عشان يحبوها ويتمنوا يبقى زيها. تقرير عن الابنودي ومن التقرير الى فاصل وبعد الفاصل لو احيانا ربنا نكمل الحلقه اليوم. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكه شالت من ليالينا القمر وعد النهار سريعا بعد أن عاش يحلب بسماها وبترابها كان أسمران اللون وكل الحاجات بتفكرني كان يونس وجلس تحت الشجرة حتى مات على سرير المرض في مستشفى الجلاء العسكري إنه الخال عبد الرحمن الأبنودي المولود في قريه ابنود بمحافظه قنا في عام 1939 لاب كان يعمل ماذونا شرعيا. ظهرت موهبه الابنود الشعريه منذ نعومه اظفاره فاتقن الشعر العامي ومن مدينه قنا تفجرت موهبته الشعريه متاثرا باغاني السيره الهلاليه التي كانت رائجه انذاك ليبدا في كتابه قصائد تبحث عن هموم المصريين والامهم. وتغير الكون يا الكنال. وبتبحثوا لشقيقة تانية فعرق وجهد وجد عنق مصر الرجال نفس الرجال لكن لا صخرة وكرابيج ولا حبال ولا رب أسرة ما تشوفوش كان العيال كلمات عديدة تغنى بها كبار المطربين العرب والمصريين بعدما كتب الخال حروفها ووضع عليها طابعه الخاص المميز بين باقي الشعراء ليتغنى بها حليم ونجاة وفيز أحمد وورد الجزائرية وغيرهم ألف الأبنودي 22 ديوانا شاريا لكن تبقى قصيدة الميدان واحدة من أهم قصائد الشعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي والتي خص بها لأول مرة برنامج الحياة اليوم في ذكرى ثورة يناير أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز سطوع لصوت الجموع شوف مصر تحت الشمس آن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز. حصل الابنودي على جائزة الدولة التقديرية في عام 2001 ليكون بذلك أول شاعر عامي مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية. والآن وبعد مرور عام على وفاته سيظل الابنودي خالدا بأعماله في ذاكرة الملايين إلى الأبد. إذا الموت يا وليدي موت على طول. اللي اتخطفوا فضلوا احباب صحيين في القلب كان ما حدش غاب واللي ماتوا حته وحته ونشفوا وهم لسه حيين حتى سلام عليكم مش بتعدي من بره اللي عتاب في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الدولار والتي اقتربت من كسر حاجز الاثنى عشر جنيه لتكون المرة الأولى التي تتعرض فيها مصر لهذا السعر تأثير هذا الارتفاع بدا واضحا في سوق الذهب كل اللي بيبيع بيع ولا بيشتري بيع بيخسر فيها لانه ما بيلحقش يغطيها اصلا والدولار يعني احنا شايفين لو زاد اكتر من كده الدنيا تبقى خلاص يعني السوق السوق مش مستحمل اسعار زياده لان تكاليف الحياه اصبحت خففت القوه الشرائيه فاصبح المواطن ما عندوش زياده علشان خاطر يشتري بيها سلع كماليه والذهب من السلع الكماليه ركود داخل اسواق الذهب اصبح تاثيره واضحا على التجار والمواطنين ايضا كلها سلسله منظومه متناغمه مع بعضها ان ارتفاع سعر الدولار مأثر على كل السلع وبرده من ضمنها الذهب فالنهارده اوجد دولار في البلد هينزل سعر كل حاجه بما فيها سعر الذهب وتبقى ازمه ارتفاع الدولار مشكله تلقي بظلالها على حركه البيع والشراء في مصر مسببة حالة من التوتر وسط الأسواق المصرية عمرو عبد الحميد الحال اليوم اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل مكملين في دقائق اخبارنا في الحياه اليوم النهارده وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي اعلن انه مشروع وحدات الاسكان الاجتماعي سيتم طرح كراسات الشروط الخاصه بها غدا الوزير قال ان هيتم فتح باب الحجز ل ألف وحده سكنيه في مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديده عباره عن ثلاث غرف نوم وصاله بمساحه تصل الى 200 و... لا مساحه تصل الى 90 متر اه 290 ده مش مش سكن اجتماعي ابدا يعني اه 90 متر ثلاث اوض نوم وصاله في 90 متر <applause> طيب عشان بس والله وحيات كتاب الله عشان مفيش وقت بس ما فيش وقت بس لكن 90 متر دي ثلاث اوض وصاله دي جديده لنج لكن اكيد هم ليهم طريقه في التقسيم الشقق دي في 24 محافظه وهيتم فتح باب الحجز كمان ل 400 الف وحده سكنيه الرئيس كلف بالانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمدن الجديده برضه 90 متر ثلاث غرف وصاله في 27 محافظه بنظام التمليك بالمشروع وسيتم تخصيص كراسه شروط اخرى لها بمظروف خاص. طيب. وزارة التموين قلت لكم امبارح ان هم عاملين مبادرة اسمها اهلا رمضان بمجمعات استهلاكية في محافظات مصر كلها باسعار مناسبة ومدعمة في كل السلع الاساسية السلع الغذائية اللي بتستخدمها الاسرة المصرية خلال شهر رمضان. النهارده كمان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اعلن عن طرح 3 انواع من وجبات الافطار خلال شهر رمضان تكفي الوجبه 4 افراد في وجبه ب 24 جنيه وفي وجبه ب 27 جنيه وفي وجبه ب 30 جنيه الوجبه الاولى ام 24 جنيه فيها كيلو سمك وكيلو رز و2 كيس طحينه كيلو سمك وكيلو رز و كيس طحينه ماشي هو كيلو السمك ده فيه كام سمكايه اربعه على حسب الحجم يبقى كل واحد سمكايه كل واحد نص كيلو رز ربع لا اه ربع رز اه وكل واحد لحستين طحينه تمام الوجبه الثانيه دي وجبه كبده لمؤاخذة سعر 30 جنيه تحتوي على كيلو كبده برازيلي اتنين كيس مكرونه وعلبه صلصه. أما الوجبة الثالثة ب 27 جنيه دي فراخ. تحتوي على دجاجة وزن كيلو و100 جرام. يا ولا على الدقة. كيلو و100 جرام. عدد اثنين كيس مكرونة صوابع. هو مش مكتوب صوابع بس أنا متوقع إنها صوابع. بالإضافة لعلبة صلصة. أما بالنسبة لكون وجبتك فسعر الوجبة 30 جنيه. دي بقى لحمة نص كيلو لحمة برازيلي مش عارف اللحم البرازيلي دي حلوة ولا لا بس أكيد حلوة طبعا أي حاجة من البرازيلي بتبقى حلوة وكيلو رز واتنين كيس خضار مجمد وكيس بلح ويا رب ما يكونش زي كيس البلح بتاع الحاج نادي طيب في كل الأحوال طبعا رغم المزاح والفكاهة وكذا لكن كلها مبادرات جيدة في فقراء كثر في هذا البلد وفي ناس بجد بيجي عليهم ساعة المغرب وقت المدفع على الإفطار وبجد ما بتبقاش لاقيه حتى كوباية مية تكسر بيها صيامها فكون إن يبقى في وجبات أعتقد الوجبة لطيفة ممكن ب 25 و 30 جنيه ده مفيش حاجة بجد ب 30 جنيه دلوقتي لو أنت نزلت جبت لك نص فرخة مع مش عارف إيه عشانك أنت لوحدك تدفع لك بتاع 40 50 جنيه فكون إن ده يتوفر لأربع أفراد حتى لو الوجبة معقولة في حد ذاته شيء جيد وله علاقة بالعدالة الاجتماعية أو بالحماية الاجتماعية اللي الحكومة اتكلمت فيها طيب سيب حضراتكم لفاصل إعلاني آخر بعد الفاصل هرجع ومعايا هدية لطيفة لحضراتكم هذه الهدية هو الدكتور حسام بدراوي السياسي والخبير التربوي والتعليمي المعروف ومن الشخصيات الحقيقة اللي أنا بسعد طول الوقت بإجراء حوارات معاها لأنه من الناس اللي بتفكر شوية بشكل مختلف بتفكر شويه بره الصندوق وطول الوقت بتقول حاجات يبدو انه من المقصود انه ما يتاخدش بيها قبلا وبعدا هنساله ونتعرف على حاجات كتير وارجوكم لا تذهبوا بعيدا استمعوا الى الدكتور حسام بدر بعد الفاصل اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل فقرتي الحواريه الرئيسيه النهارده زي ما قلت لحضراتكم جاي كده زي ما بيقولوا ايدي مش فاضيه يعني جايب لكم معايا هديه ثمينه بخلاف صداقتي العزيزه اللي بتربطني بيه اعتقد انه من الشخصيات اللي غير مختلف عليها. شخص رغم ارتباطه بمجموعه من المراحل والازمنه السياسيه في مصر لكن استطاع ان ينجو من التصنيف، واستطاع انه ينجو من تهم كانت تلاحق انظمه كثيره هو عمل فيها في مختلف المجالات سواء في مجالات السياسه او حقوق الانسان او التعليم او غيرها لكن اعتقد انه مش عارف بقى هو يوافقني فيها ولا انظمه كثيره وعصور كثيره كانت تستخدمه لكن كانت تتجاهله كمان او تتعمد تجاهله ضيفي هو الدكتور حسام بدراوي وكفى ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك اخبار حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك وحشني جدا الله وخطوه عزيزه وبشكرك لتلبيه الدعوه وزعلان منك ان انت سواء غايب عننا على المستوى الاجتماعي او حتى على الظهور الاعلامي اللي انت عارف الناس كتير بتستفيد منك الحمد لله اخبارك ايه تمام؟ كله بخير صحة تمام؟ كله بخير دي اهم حاجة الحمد, الحمد لله, لله. أه فين الدكتور حسام بدران؟ موجود فين؟ في جوانب متعدده من المجتمع جوانب اجتماعيه وسياسيه أنت معتبر إن حزب الاتحاد هو الشكل السياسي اللي أنت موجود منه؟ لا. مم. أولا أنا معتبر إن العمل العام جزء من العمل السياسي. تمام. وأنا ركزت في المرحلة اللي فاتت على العمل العام في إطار التعليم والصحة. مم. فبالإضافة إلى المؤسسة اللي كونتها الأسرة للتعليم والتنمية. نازل منها جهود في جمعيات اهليه مختلفه. كويس. الجمعيه الرئيسيه هي جمعيه تكاتف. واحنا في جمعيه تكاتف بنسلم الدوله مم. كل سبعه اشهر مدرسه جديده كامله التجهيز ومدربه كل سبعة أشهر؟ كل سبعه اشهر. ده معدل رائع اه وعندنا افتتاح لمدرسه الشهر الجاي اسمها مدرسه ام المؤمنين م. السيده يعني يا ريت مره البرنامج يشوف يا ريت احنا الحاجات للنضبط. الجميله اللي الجمعيه عاملاها هناك ممكن وبتدرب الناظر والمدرسين ونعمل تغطيه رعايه صحيه للاطفال دي بتتحول مدرسه خاصه ولا بتلحق بوزاره التربيه لا لا مدرسه تعليم عام <applause> التعليم عام بنا... احنا بنروح بالتشاور مع وزاره التربيه والتعليم لمدارس م. انهارت تماما وتفككت تماما وناخدها نعيد بنائها مره اخرى وتجهيزها الانساني والمادي امتى كانت نشاه التكاتف جمعيه التكاتف زمان بقى لها مده يعني عاملين 20 مدرسه دلوقتي 20 مدرسه آه. بسم الله ما شاء الله آه هي اخر أه سبع سن... اخر ست سنين م. بس في سا... في تس... تسع مدارس بسم الله ما شاء الله وواحده منهم في السويس وواحده منهم في بني سويف و... وب... وبنشتغل بمنطق علمي مم. المنطق العلمي بيقول ايه انك عشان يكون لك اثر فعال يبقى لازم لك حجم حرج في منطقه جغرافيه مظبوط يعني مثلا دخلنا الدرب الاحمر يبقى نعمل في الدرب الاحمر اربع مدارس فالناس تحس بفرق صحيح مش مجرد مدرسه وامشي اه وبعدين باصر ان انا اكون موجود مع المدرسه دي في البورد بتاعها سنتين ثلاثه علشان نعمل الصيانه ونطمئن ان السيستم ماشي ان السيستم ماشي. كويس. المشروع الثاني العظيم اللي انا بشتغل فيه اسمه التعليم اولا. مم. التعليم اولا ده نموذج النجاح لعلاقه القطاع الخاص بالدوله. ازاي؟ اولا ده مشروع اتعمل له اه مؤسسه وبرضه ارتكزنا فيها على الحجم الحارج الفعال كريتيكال ماس فاخذنا كل المدارس الحكوميه للغات اللي هي كان اسمها المدارس التجريبيه زمان أيوة. فوق ال 720 مدرسه على مستوى البلد كله وقلنا المدخل بتاعنا لهذه المدارس هو الهيد باستر الناظر ومدرسي والوكلاء ومدرسي اللغات والعلوم والرياضيات والطلبه كويس مع الاهتمام بالفنون داخل المدرسه مم فعشان تعمل 721 مدرسه في نفس الوقت جبنا بقى المدربين المحترفين وجت مدرسه الجيل الجديد وهي مدرسه خاصه انترناشونال وقالت المدرسه كل يوم جمعه وكل يوم سبت تحت امركم. فبيتم أوه. التدريب في المسرح هي. في الاروقه و... وايه؟ وبتمويل جزئي كبير منهم عشان يقول ان القطاع الخاص له دور في التنميه طبعا. مع الدوله. طبعا, طبعا من غير ما وزاره التربيه والتعليم تبقى طرف ما تقدرش تجيب الناس ديت ولا تعملها مليون في المية لازم بالتنسيق. شوف تامر سنه الأولى من هذا البرنامج الذي تدرب فيه آلاف واحد ما بين هيد ماستر ومدرس والطلبة عمل بينهم مشاريع تنافسية في الرياضة والفنون أقسم لك بالله أن القليل من الجهد في هذا البلد الكريم يطلع منه نتائج تفوق الخيال بسم الله ما شاء الله أنا وانا رجل افهم جيدا في التعليم عارف يعني ايه هذه المدارس بعد جهد مركز علمي في كريتيكال ماس عمل ايه في الناس دي؟ ممتاز نتائج مبهرة طيب هنا عندي مجموعة من الأسئلة في النموذج أو البروتوتايب اللي حضرتك بتذكره ده أولاً ده كله بجهود وأموال ودعم المؤسسة؟ ده, ده مش احنا بس لا مم. لا النجاح بيجذب الاخرين معاكم شركاء اه طبعا كل شركاء بيجوا بي... بي... بيعملوا تمويل المدرسة لوحدها بت... بل... في تكاتف بتتكلم من تل... بتتكلف من 3 أربعة مليون كله تبرعات ومشروع التعليم اولا ده مشروع جبار واللي احنا داخلين في السنة الثانية م. في اللي احنا في نهاية الامر جبنا بقى جهات الاعتماد وضمان الجودة بالمعايير العالمية وقلنا ما قبل وما بعد التدريب إيه اللي حصل خمسين في المية من المدارس طلعت فوق الخمسين في المية في إطار الجودة 20% في المية من المدارس طلعت من 80% ل في المية من الجودة أوف. وعشرين في المائة لسه تحت وده نموذج برضو قريب من الـ من, الـ من, النم من النتائج العالمية احنا بقى مركزين في دول تمام هتقولي تخرج منها بإيه؟ أخرج منها إنك لو عملت جهد فعال مركز م. في كريتيكال ماس بتحقق نتيجة. طيب أنا بدعو بقى الجمعيات الأخرى اللي شغالة في التعليم وفي عدد كبير جدا شغال. م. وفي مؤسسات شغالة على التنمية الإنسانية فقط. وفي في مؤسسات شغالة على إرسال المدرسين والطلبة للتعلم في الخارج. في حاجات كتيرة بس عايزة تتكمل مع بعض. م. اللي انا عايز اقوله ان لو انا هاخد نموذج جديد هقوم اقول ايه؟ طب ما اخد نموذج جغرافي. مم. تعالوا بقى ناخد نموذج جغرافي يعني ايه؟ يعني تعالوا ناخد محافظه مم. ولتكن محافظه في الصعيد. تمام. عدد مدارسها مش كبير 2000، 2500 مدرسه. تقوم لما تعمل فيها طفره والناس تشوف النتائج والاعلام يقول ايوه حصل فيها نتيجه يقوم الناس تصدقك أنك قادر على الإنجاز تساعدك في المرحلة صح. التالية. طيب أنا هقف عند كلمة الإنجاز دي وإحنا بنتكلم كمان بتجري الآن في ميدان في الإسماعيلية ميدان الأبنودي اللي تم تسميته النهارده ميدان الأبنودي وقائع إحياء الذكرى الأولى لرحيل الشاعر الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي بوجود سيادة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وطبعًا جنبه الزميلة الإعلامية نهال كمال أرملة الخال الأبنودي. ومجموعة من الشخصيات العامة وزي ما قلت لكم النهارده كمان هيتم اطلاق اسم الراحل الكبير علي احد الميادين المهمة في الإسماعيلية وانا كنت بكلمكم قبل ما الدكتور حسام ينضم ليا في الحوار بكلمكم على فكرة إنه مصر ازاي تعتز بقامتها الكبيرة التي رحلت مش بس إن احنا نسمي شارع ولا ميدان ولا مدرسة باسمهم انا في رأيي إن الناس دي لازم نتعلمها لازم ندرسها لازم تخش في مجالات وأنا قلت الجملة دي كنت بربيها في المقدمة دكتور حسام عشان عايزك تعلق عليها لما تيجي معايا انا بنتي الصغيره الاسبوع اللي فات جت جابت لي البيت الشعري اللي هي بتدرسه في المدرسه اللي هو مكرن مفرن كجلمودي صخر حطاه السيل من علي فالاول بمنتهى الادب يعني ما حبتش بس برضه تقل ادبها عليا قالت لي يا بابا لو سمحت اشرحه فانا قعدت طبعا ثلاث ايام عشان اشرحه لها لان مكرن مفرن مش عارف ايه الكلام ده صعب جدا خلصت شرح بعد صعوبه فظيعه يعني قالت لي وبعدين بقى يعني ايه البيت ده عامل بيه ايه فقلت لها لا ده الشعر الجاهلي فهي لقيتها هي بتقولي طب مش احلى ان انا ادرس الشعر الحالي ادرس شعر الابنودي ادرس ادب طه حسين مش عارف ايه مش هدري بالجاحظ والبابلي والمعلقات ومش عارف كذا فده اللي يدفعني لفكره هو اولادنا بيتعلموا ايه ومخرجات التعليم من كوادر بشريه مفيده ولا لا لسوق العمل ومفيده ولا لا لبناء انسان هو انا بطلع شهاده ولا بطلع انسان مم. طبعا هي احد اضرار نظام التعليم بتاعنا م. هو التركيز على الشهاده صحيح لان فكره الشهاده جعلت المجتمع كله يتحول الى كيفيه الحصول عليها بغض النظر عن الابن المعرفة الابن بيتعلم ولا لا صحيح. وفي معرفه ولا لا وفي مهارات ولا لا أحسن. لانك انت حسبتها بالشهاده بالنمره فالناس بتتحقق يعني ما تقدرش تلوم المجتمع لا. انك انت حطيت المعيار ده فالناس جرت اليه، بعرفتش بالنظامك أم الدروس ما عرفتش تاخده من نظامك قامت راحت خدت دروس. صحيح. ما تاخده بالدروس بالضغط. بالغش. بالغش وات صحيح. لكن النهايه ايه؟ مين اللي حاطط المعيار؟ انا. بس. صح. يبقى مين يؤاخذ؟ مش الناس. احسنت. انا. احسنت. فلو حطيت المعيار هو مهارات القرن الواحد وعشرين اللي العالم اتفق عليها في المدرسه اللي هي العمل في فريق النجاح من خلال المشاريع، الفكر النقدي الأبحاث. البحث العلمي، الحاجات اللي اتفق عليها دي اذا ما كانتش المدرسه بتقدمها ده مش منهج صح ده دي طريقه حياه داخل مؤسسه التعليم مظبوط المنهج ده جزء ولازم نفهم ان تغيرت الدنيا ان المعرفه اصبحت متاحه بدون تكلفه من خلال الأنظمة الإلكترونية وال... والإنترنت صحيح, صحيح. إذا المشكلة ما عادتش في الكتاب ولا م. في المنهج المشكلة في في أو القضية الرئيسية هي أنا عايز إيه في هذه المؤسسة مصبوط. طب ده يدفعني أرجع للنقطة اللي حضرتك قلتها لما قلت حوقفك عند كلمة الإنجاز المشاهد اللي هيسمعنا دلوقتي وبيتكلم إن الدكتور حسام بيقول من خلال مؤسسته من خلال شركاء نجاح ومن خلال جمعيات ومؤسسات أخرى اجتماعية بتشتغل في مجال التعليم وعملت نماذج عملته 50 مدرسه، 70 مدرسه، 100 مدرسه انتوا والاخرين يعني. بس هيقول لك مع كامل احترامي بس ده نقطه في بحر. صح. وان كان ال 30 ولا 40 ولا 100 تلميذ اللي في المدرسه دي هيتعلموا كويس وبتاع بس السواد الاعظم لسه بيتعلموا وحش. صح. ففي النهايه النتيجه مش هتبان. عظيم. ده يدفعني لسؤال واضح وانا عارف صراحتك فيه، هل احنا عندنا رؤيه في مجال التعليم في مصر؟ هل عندنا منظومه للتعليم في مصر هل عندنا استراتيجية للتعليم ولا هي مجرد تسيير أعمال لتقديم خدمة تعليمية وخلاص مم. الإجابة على دي مم. على سؤالك أولا كل اللي قلته مصبوط مم. في التعليم وفي التنمية الإنسانية من غير ما يكون الدولة عندها رؤية متكاملة تجعل ما يفعله الجمعية دي والمؤسسة دي والمشروع ده كله في الآخر بيتشبك عشان يعمل إمباكت يعمل أثر مم. الحاجات دي هتطلع وتقع مظبوط لأن في نهاية الأمر صاحب الفكرة الرئيسية في التعليم قبل الجميع لأن التعليم الجامعي مختلف صحيح هي الدولة مظبوط اللي لازم تكون الرؤية بتاعتها واضحة وأهدافها واضحة وأنا بشتغل كمجتمع مدني ضمن إطار مينيو هي حطاه صح انا بختار اللي انا عايزه منه لكن المنيو ده لازم يتشبك مظبوط ولازم الدوله هي اللي تبقى مسؤوله عنه لازم الدوله تبقى شايفاه ومشبكاه فخلينا طيب دي هل مع كل نظام جديد كل حكومه جديده كل رئيس جديد بيجي في مصر مم. طول الوقت الكلام انه التعليم هدف قومي اصلاح التعليم هدف قومي المشروع القومي للتعليم مش عارف سنه 2015 2016 يا سنه التعليم كده والتعليم زي ما هو مفيش هذه الثوره المختلفه في التعليم او الرؤيه هل ده لعدم قدره م. ولا لعدم رغبه اوكي انت اسئلتك في الصميم النهاردة وانا, وأنا عشان عارف ضيفي مين وانا هجاوب بمنتهى الصراحه لان انا ب في هذا بقالي سنوات. 20 سنة. سنوات طويلة اوكي من سنتين ونص دعاني الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ومجموعة من الناس قال إحنا عايزين نضع رؤية لمصر عشرين تلاتين كويس فبصيت يميني لقيت الدكتور ماجد عثمان وبصيت يساري لقيت الدكتور أحمد درويش وبصيت أمامي لقيت فلان ورايا لقيت فلان فقلت لهم هو إيه كلكيت عشر مرة قعدت <applause> القعدة دي خمسين مرة ده إحنا قعدنا قبل كده بصبور. وغيري من المجتمع المدني وشبابه صحيح. عملوا رؤى مختلفة صحيح. لكن أنا راجل جيناتك لي متفائل يعني مخلوق جيناته متفائلة فقلت طيب إيه اللي, مح... اللي, ممكن نعمله المرة دي يختلف عن وضع الرؤية عشان الناس بتقولي ما فيش رؤية بقول لهم لا في رؤية ومكتوبة كونها ما تنفذتش دي حاجة ده طيب. موضوع تاني صحيح طيب ايه الفرق؟ فقلت لهم تعالوا المرة دي بدل ما نحط الرؤية كل كلمه في الرؤيه م. لها معناها ان في اهداف والاهداف دي تحققها مشاريع تمام والمشاريع دي والاهداف دي لها معايير يجب ان نصل اليها ومسؤوليه مين اللي يعملها م. وتكلفه وسنه للاتمام فاحنا كده نبقى بنغير اللي احنا بنعمله مع الدوله الى ان احنا خدنا خطوتين ثلاثه الى الامام، ده احنا <applause> مش حطينا بس رؤية لا ده احنا حاطين الرؤية والاهداف والمشاريع وكيفية القياس والتكلفة ومسؤولية مين وامتى حاسبه. فاشتغلنا سنة ونص انا كنت مسؤول عن الجانب التعليم ومعايا عدد من الخبراء استدعيتهم عشان يشتغلوا معايا. كويس. وطرحنا كل ما في الرؤية انا صفحتي في الفيسبوك عليها مليون و300 الف واحد أي. واعتقد ان ديت قد تكون اكبر صفحه في الفيسبوك لحد سياسي فطرحت الافكار دي وعملنا منها قاعده ان الناس ترد علينا م. والاف الناس اشتركت فالرؤيه اتحطت وعايز اديك امثله لايه الفرق بين ان الرؤيه محطوطه وما بيحصلش فيها حاجه. مم. فلنفترض ان انا احنا قايلين في الرؤيه ان يكون التعليم متاحا للجميع. كويس. فهنا عندك الاتاحه بدون تمييز. التمييز ده معناها سن مم. ولون وجغرافيا و مظبوط مظبوط. فالاتاحه بدون تمييز. والاتاحه بدون تمييز بجوده عاليه. م. ما تقوليش جوده عاليه ده في الهواء. ده الجوده عاليه دي متقسمه لكل حاجه، انا هاخد نموذج منها واكلمك عليه. النموذج ده هو اللغه. آه. هل في الدنيا حد ممكن يحصل على المعرفه من غير ما يبقى قادر على ال... على الكتابه والقراءه والفهم؟ لا طبعا. عظيم. فقلنا اللغه هي اللغه العربيه. اللي هي الاساس واللغه الثانيه سواء انجليزي ولا فرنساوي امتى يمكن قياسها بالعلم بالتجربه بتتقاس في ثالثه ورابعه ابتدائي ثالثه ورابعه ثالثه ورابعه ابتدائي فانا لو قلت جوده عاليه في اللغه العربيه مم يبقى انا هحاسب المسؤول على لو انا بعمل الكلام ده سنه 16 2016 يبقى هحاسبه 2019 مظبوط و2020 مظبوط طب احاسبه ازاي ايه المعيار لازم يكون معيار مقارن فلازم اكون داخل مع دول عربية اخرى في تقويم مقارن عشان اعرف انا فين بالنسبة يبقى عندي حاجة زي الكود كده اه ما انت انت في الرياضيات وفي العلوم عندك كود عالمي مظبوط اخش فيه امتى بخش فيه اولى اعدادي تانية اعدادي امتى بخش الكود بتاع اللغة ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي أمتى أحسب هل تغير فعلا مناخ المدرسة عشان يطلع لي بطل رياضي ولا فنان عبقري لما يكون زي زي بقية الدول في الأولمبيات عندي ممثلين من المدارس مش يا سلام صحيح صحيح, صحيح. فأنا صحيح. لو قلت النهاردة أنا ببني نموذج متغير ومختلف مسؤوليه مين مسؤولية وزارة الشباب مع وزارة التربية والتعليم على فكره دول كتيره وزير التعليم هو وزير الشباب يا yeah. هو الشباب فين كلهم في التعليم في التعليم صح في المدرسه والجامعه مظبوط كلهم آه. في التعليم مظبوط صحيح فأنت فانا انا بديك مثل لكل صغيره في رؤيه التعليم التي وضعت واتفقنا عليها واخذتها الدوله واعلنها الرئيس وصلت يا دكتور وصلت يا دكتور طيب لما بقى بس لما انا بس هفكركم ان آه. ده اللي بيقول الدكتور عشان هو الدكتور بس عشان دبث الخلق فبيشرح بطريقه لطيفه كده اجابه على السؤال اللي انا قلته ان هو اللي احنا فيه ده بسبب عدم القدره ولا عدم الرغبه فهو من غير ما يجاوب مباشره عشان ما يبقاش جارح في اجابته قال انه القدره موجوده فهموا أنتوا بقى الباقي وعلى فكره نعم الناس كلها بتقول لك مفيش تمويل وانا بأؤكد لك ان في تمويل في تمويل طبعا ده انا لاني انظر الى افضل ما في الناس ولاني باخد من كل محنه فرصه لما المجتمع يطلع من جيبه قد اللي الدوله بتصرفه دروس خصوصيه للحصول على, الـ على أيوة الشهاده معناها انه مجتمع متنور مزبوط. انا مش انا مش هتهمه مزبوط. ده مجتمع وانا كاسره ها. خد مني نفس الرقم من غير ما بس تل... لازم يثق فيك برافو عليك برافو عليك هو صحيح. مش واثق فيك صحيح وهو راح للنموذج اللي انت حطيته صح. اللي هو الشهاده كلام مظبوط طيب انا عايز اخد حضرتك شويه بره ملف التعليم بس منه فكره انه حضرتك قلت لما سالتك في الاول قلت لك انت فين يا دكتور غايب ليه فقلت, ليه فقلت لي انا موجود والعمل الاهلي والعمل العام لا يقل اهميه هل ده معناها انه حسام بدراوي مع حفظ الالقاب يعني كفر بالعمل السياسي فقال أنا هشتغل عمل عام وهعمل اللي أنا بفهم فيه والعمل السياسي مضيعة وقت؟ لا العمل السياسي في غاية الأهمية لما يكون عمل سياسي لأن بدون العمل السياسي مفيش حاجة من اللي أنا بقولها دي ممكن تتحقق لازم العمل السياسي بيبني طيب أنت فين من هذا العمل آه. السياسي؟ ما أنت العمل السياسي مداخله كثيرة في مدخل منه أو إن حضرتك مش عاجبك المناخ السياسي فشايف ان ده مش وقت العمل السياسي وجايز ما نكونش انا مناسب للحظه دي مين اللي بيقول كده؟ بقول انا ما انا بسال مين <applause> اللي بيقول <ومين تصفيق> اللي <حدد تصفيق> <أنا بقول. تصفيق> مين اللي يحدد؟ انا بقول مين اللي يحدد ان انا مناسب للحظه دي ولا لا؟ لكن لكن انا بطلب اه احيانا في استشارات سياسيه واعطيها بمنتهى آه بغض النظر ما أنا عن أي حاجة. أنا مش قلت في المقدمة آه. إنه بيتم الاستعانة بحسام بدراوي لكن لا يتم الاعتماد عليه؟ في <applause> فرق بين الاستعانة والاعتماد. أنا دلوقتي بشتغل في إنشاء أنا عمال أفكر إيه المشكلة القضية السياسية أمامي الآن؟ آه. إنه لا توجد لا توجد بدائل سياسية أمام صانع القرار. تمام. يعني الحقيقة الحمل كبير جدا والدائرة صغيرة جدا طب ده سببه إيه؟ سابوا وين مفيش بدائل سياسية ما ممكن عشان بس تبقى أمناء في الطرح لو أنا معايا دلوقتي صنع القرار أو رئيس الجمهورية أو متخذ القرار في مصر هيقولوا أنا عندي مشكلة في البدائل السياسية لأن اللي زي الدكتور حسام بدراوي دلوقتي منسحب وبيقول إن أنا مكتفي بالعمل العام وكذا فبالتالي ما قداميش غير نفس السلة اللي بختار منها نفس العينات كل مرة آه بس السلة دي أوسع مما يظن الناس أوسع آه طبعاً مم. وانا بؤكد لك مره اخرى انك لما بتشتغل تنميه انسانيه بيطلع لك نماذج عظيمه جدا مم. انا كان عندي تخوف رهيب من من المجلس الشعب لكن لما قابلت ناس كتيره داخله لقيت ان في نماذج من الممكن رأيك. جدا انها تعمل اثر فعال انا في كنت متشائم بالمجلس ده في بدايته لكن لا في ناس كويسه في ناس محترمة جداً. جداً. في ناس محترمة وعايزة تتعلم وفي ناس أمينة وعايزة تنجز صحيح وعارفة الفرق بين النقد وبين الهدم أحسن. لا المجلس ممكن يطلع منه قماشة يبقى دور صانع القرار هنا إنه يكشف عن الكوادر طبعا يتيح المناخ الذي يظهر هذه الكوادر م. فكرة إن يكون عندك بقى ثينك تانج أو مراكز فكر سياسية م. تطرح بدائل امام صنع القرار دي مهمه حتى في الولايات المتحده حتى في الغرب كله لازم يكون في جهات اخرى مش الحكومه مم. ومش الناس اللي حوالين دائره صنع القرار لا مظبوط بتطلع بتقول انا عندي انا عندي مشكله في مصر تتحل ازاي سياسيا طب انا النهارده وضعت دستور وافقنا عليه بيقول ان قيادة مصر السياسية تتم من خلال الإطار الحزبي وأنا ما عنديش أحزاب لها شعبية تمام. ولا حزب واحد ياخد أغلبية طب ها هعمل إيه مم. مش ده لازم يكون إطار طب النهاردة طب هنا بيقولك أنا كنظام هعمل إيه ولا انتوا يا احزاب اعملوا ايه صح احنا كأ... أو الناس كاحزاب تعمل ايه؟ آه. هرجع تاني انا ببص <applause> في التاريخ. م. هو في من سنه 52 للنهارده حزب لم يكن حزب الدوله ظهر على السطح وحاز على الاغلبيه؟ لا ما حصلش. اينشتاين قال ايه؟ اينشتاين انا بحب قوي كلامه لانه هو انا في رايي اكثر الناس ذكاء في القرن العشرين. قال لك ما هو تعريف الغباء؟ وانتظر لتفعل نفس الشيء في انتظار حدوث <applause> نتائج جديده صحيح صحيح صح؟ تقعد تكرر نفس المحاوله بنفس الاسلوب وتتعجب ان مفيش, مفيش حاجه فيش نتيجه احنا عمالين نكرر نفسنا في المساله الحزبيه أحسن. على فكره مش المساله الحزبيه آه. إحنا ف... في كل حاجه انا الاوان بقى ان احنا لازم نخرج بره هذا النطاق مظبوط مظبوط انا بقول لك بتجربتي سواء تجربتي الحزبيه السابقه أو تجربتي في حزب الاتحاد، مم. أو تجربة في آخر أربع أشهر أن المجتمع السياسي المصري ما زال يريد ويرغب في التظلل بمظلة السلطة التنفيذية. مظبوط. لأن هي دي السكة اللي بتخليه يخلص شغله وهي دي ومش بسوء نية، هو عايز يخدم برضه دايرته. صحيح. أه. صحيح. طيب إذا كان الرئيس أعلن أن هو مش هيعمل حزب سياسي. وانا نظامي بيقول انا حزبي وحزب الاغلبيه يشكل الحكومه انا النهارده عندي رئيس له شعبيه وعندي قوات المسلحه حاميه البلاد طب بكره صحيح طب بعده صحيح مين بقى اللي المفروض يعمل الكلام ده السياسيين المفروض يكونوا يخرجوا بره دائره المغلقه بتاعت الرغبه في تكرار الماضي، حتى الناس لما بتعمل احزاب بتعمله زي ما كان الحزب الوطني. مظبوط. الامين وامين المراه وامين الشباب وأمين ولازم مقرات في كل محافظه. طب هو المقرات. الاحزاب في امريكا هي مين؟ هي مقر النائب بتاع البرلمان. مظبوط. مظبوط. <applause> طب صح. انا فين؟ أنا مش بدي أنا مش بنتقد على فكرة لا عندك حق ولا لا والانتقاد مطلوب لو هو من أنا بقى عايز أف... عايز أفكر وأجيب شباب يفكروا نقول طب ثانية واحدة بذكر كلمة الشباب دي آه. إحنا من 2011 ولا حديث إلا عن الشباب م. بس آه. يعني الحديث طول الوقت عن الشباب أيه. وحتى 2016 كل سنة وحضرتك طيب السنة, السنة دي عام الشباب لو أنا سمعت أيوة هما فين بقى؟ أيوة يعني إحنا بنتكلم عنهم كتير أيوة بس هل احنا ما بنمكنهمش؟ ولا هم فعلا اللي مش عايزين ياخدوا طريقهم السياسي وبتاع ومبسوطين بشغل الميادين وشغل النشاط السياسي والفيسبوك والتواصل الاجتماعي وشايفينه فراغ بديل عن الواقع؟ ايه فين فين الجسر اللي المفروض يربط ما بين الشعارات وتمكين الشباب؟ مين الشباب اللي انت عايزه؟ انت لازم في الاول تحدد الهدف بتاعك طبعا مين الشباب اللي انت عايزه؟ انت عايز الشباب المتعلم الناجح القادر على التفكير صحيح مش كده ولا ايه صحيح. مش الشباب هو اللي واقف في الشارع عامل مظاهره احسن او دي شغلته كلها انه ينزل يعترض مظبوط او عايز يهدم الواقع بدون ما يكون عنده فكره لبناء المستقبل تمام. او اللي بدون خبره بيقول لك انا هاجي مكانك صح مش ده الشباب اللي انا عايزه لكن دولت في نهايه الامر بيمثلوا وعي المجتمع برضه تمام لأ ما تقدرش تنكر وجودهم مليون في ولا تاثيرهم مليون في لكن انا عايز شباب مين؟ مم. ده انت عندك شباب مصري في كل حته في منتهى النجاح. بسافر المانيا بيطلعوا لي. مم. بسافر امريكا بشوفهم في مصر هنا اقسم لك بالله انني اقابل اعداد من الشباب اللي بيعملوا ستارت اب كومبانيز شركات تبدا من من صفر وعندهم افكار ومتعلمين وديفوتد لشغلهم وملتزمين بس مش دولة اللي الناس بتجيبهم هو ده ساعه الجد هو ده الكلام ساعه الجد انت رايح بقى للتاليفه الجديده بتاعت انا الناشط يعني إيه؟ في علي. وظيفه في في الدنيا حاجه وظيفه اسمها انا ناشط طب بتاكل منين؟ عندنا في منين؟ مصر اه عندنا في مصر لا على فكره إيه؟ على فكره بياكل من الفوضى وبياكل من الميادين وبياكل من مش وأنا عارف ايه انا لا اقلل من وطنيه حد لا لا مالناش دعوه مالناش دعوه بس في ناس هدفهم طول الوقت البلد تفضل في فوضى عشان هما بيبرزوا وقتها انا لما لما ابص على مظاهره من حاملي الدكتوراه والماجستير بيقولوا يا دوله شغالين احنا نحظى يبقى معناها ان نظام التعليم بتاعي فشل صحيح لان خريج التعليم العالي ليس طالبا للوظيفه ولكنه خالق للوظيفه خريج التعليم العالي ده هو القاطرة اللي بتشد البلد، مش رايح يركب القاطرة اللي موقفة البلد. حسن خريج حسن التعليم العالي مش عايز الدولة تشغله. عايز يشتغل ويشغل الدولة معاه. او المفروض المفروض يبقى كده أحسن، مظبوط، مليون في المية. بس ده برضه مش ذنبهم. ده ذنب ده ذنب اللي طل المؤسسة اللي طلعتهم غير قادرين على هذا الفكر. لا بس نرجع للنقطة المهمة اللي حضرتك ذكرتها وهي ذنب الدولة هنا والنظام السياسي والقيادة السياسية في الكشف عن الشباب دول، الشباب اللي حضرتك قلت نوعيتهم، الشباب المتعلم، الشباب المتفتح، الشباب اللي عنده القدره على البناء والمعرفه وكذا، حتى في اللقاءات انا بستغرب حتى في مؤسسه الرئاسه وفي الحكومه بيقول لك احنا عاملين لقاء شبابي، نوعيه الشباب الحقيقه انا بتحفظ عليهم، وبطلع اقول هنا في برنامج مش هم دول الشباب اللي يتم الاستعانه بيهم لتمكينهم، ولا هم دول الشباب اللي يعطوا افكار للرئاسه او للحكومه للعمل، لا دوروا على الشباب اللي بجد يعني سياده الرئيس احنا قلنا له في اللقاء الاسبوع اللي فات بعد اعداد القاده اللي في حلوان اللي بيطلع كل مش عارف شهرين ثلاثه 3... الفين ثلاثه الشباب دي فين؟ ما انت بتعدهم تصرف عليهم وبتاهلهم وبتجيب لهم كوادر وبتظبطهم عشان يبقوا قاده صغار في المستقبل وفي الاخر بتسيبهم وبتجيب نفس الشباب اللي اسمه ناشط استنى بقى احنا عندنا حاجه تفتكر مسرحيه زمان كان اسمها الا خمسه طبعا بتاعت مريم ونيب طبعا وعاد الخيري آه. <applause> <applause> انا انا المسرحيه دي الا خمسه بشوفها احيانا قدامي بتتكرر زي ما انت قلت كده دلوقتي انت عندك معهد اعداد قاده جايب فيه الشباب 2000 واحد بيقعدوا اسبوعين ثلاثه وبتجيب لهم محاضرين ناس كويسه وبتعمل لهم برنامج تمام ها خلصت بالضبط. ده عينك طلعت منهم الخمسين القاده برافو عليك طلعت بلا منهم بلا. المية اللي انا هاخدهم بقى واكمل معاهم انا في رايي أن مصر محتاجة قيادات مظبوط لازم يبقى عندي نجوم من القادة السياسيين بس القائد السياسي ده مش معناه أنه فاشل في وظيفته صحيح ولا معناه أنه ما بيشتغلش على فكرة الناجح ناجح في كل حاجة مزبوط. والفاشل فاشل في كل حاجة صح فأنا في نهاية الأمر بغض النظر بقى عن النموذج اللي أنا كنت رافض أيديولوجيته وأنا صغير وما رضيتش أروحه اللي هو منظمة الشباب لكن لازم احكم عليها بشكل تاني ده منظمة الشباب في الستينات طلعت قادة سياسيين حكمونا سنة 2011 ممتاز صح والله صح, صح, صح جدا انا مختلف في الايديولوجية لكن بس لا, النتيجة لا يمنع ان هذا النموذج طلع منه قيادات طب انا النهاردة ما هو النموذج الذي يخرج لي القيادات من الجامعة مم ما هي الجامعه هي حتتك صح. صح. وزير الشباب وزير التعليم العالي في فرق بين حاجتين وزير وزاره التعليم العالي وزارة التربيه والتعليم م. برضو الحاجات الفروقات ديت لو مش موجوده في الايديولوجيه الحكم تروح منك طبع. وزاره التربيه والتعليم مقدمه خدمه صح لان هي صاحبه 91% من المدارس لكن وزاره التعليم العالي ريجليتور منظم للخدمة اللي بيقدم الخدمة الجامعات والمعاهد فرق كبير جداً بين الاثنين صحيح مظبوط يعني وزير التعليم لا لا, فرق شاسع. لا يرقص رئيس الجامعة صح دي مسؤوليته مظبوط هو منظم للخدمة ومنظم المضامين للعدالة وموفر للمش عارف صحيح. إيه ويضع المعايير ويقيس وقد يشترك في في إدارة ممثلين في إدارة طبعا. الجامعة و و و لكن دي دي قصة ودي قصة ودي قصة, قصة تانية طيب اسمح لي يا دكتور هنا عشان أنا وقتي بيخلص عايز أسأل لحضرتك سؤال محدد احنا بنقول إن احنا عندنا رئيس لديه شعبية ولديه قدرة ورغبة على تغيير الواقع وبناء مستقبل مصر بالشكل اللي احنا بنحلم بيه ماذا ينقص الرئيس السيسي؟ ايه لو حضرتك في دعوه كده مؤسسه الرئاسه قالت لك تعال احنا عايزين نستفيد بخبراتك نجيب مين نعمل ايه ساعدنا ازاي ايه اللي هتقوله ايه اللي هتقدمه هقول نمره واحد ان زكاه رؤيه عشرين التي وضعت تتوافق مع افكار الرئيس كما قال فعليه ان يعتبرها ميثاقه في التعامل مع الحكومه والدوله والشعب مم. في ال 20 سنه الجايه او ال 15 سنه الجايه. علشان لما حضرتك سالتني ليه الحاجات رغم وجود الرؤيه بوضوح ما بتتنفذش أيوة. لان احنا ما عندناش استدامه ولا مثابره على الانتقال صح. من نقطه الف الى ب الى جيم احنا بننتقل من الف الى ب بعدين تتغير الوزاره مم. ترجع تاني لنفس النقطه وتبتدي من اول وجديد مزبور. وكانك ما عملتش حاجه. صح كويس فأنت الجانب التعليمي أنا شفته وانت عايز و... الرؤية دي تبقى ميثاق اقتصاد ولها استدامة بالظبط و... وبالع... لدرجة إن أنا قلت للدكتور أشرف العربي قلت له تعالى نعمل حاجة غير تقليدية ال... الرئيس يطرح هذه الرؤية بعد ما يناقشها يجيب الناس اللي حطوها واللي عملوا الشغل ويناقشهم عشان هو كمان يبقى كامل الاقتناع بيها نطرحها لاستفتاء عام يا شعب هذه رؤيتنا للعشرين سنة الجاية أي حكومة جاية أي رئيس جاي بيه. هيلتزم بيها ده كلام ممتاز دكتور انا بشكرك وقتي بتخلص سريعا بس يعني ارجوك ان تعدنا بلقاء قريب لعدة معاك ثريه دايما ودايما بنستفيد ونتعلم منك عف. تحياتي دكتور وبشكرك وبتمنى لك دايما التوفيق عمل سياسي عمل عام عمل تعليمي عمل صحي اي عمل هتعمله هيبقى عمل شكرا علي ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا فاصل الاعلاني ثم نعود مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم تفقد وزير النقل محطة السكك الحديدية في الجيزة للاطمئنان على سير الحركة وجودة الخدمات بصحبة رئيس سكك الحديد الجيزة وعدد من القيادات الأمنية البرنامج الإصلاحي الكبير ده برنامج مكلف جدا ولكنه مهم. لأن احنا عندنا برنامج ده يخص تطوير المحطات يخص تطوير المزدانات، يخص تطوير الإشارات يخص تطوير السكة يخص تطوير العربات يخص شراء عربيات جديدة يخص شراء عمرات للجرارات القديمة الحالية ويخص شراء جرارات جديدة الجولة تستهدف متابعة مستوى النظافة وخدمات الركاب وإشغال الأكشاك للأرصفة بشكل يعوق حركة الركاب بالإضافة إلى مدخل المحطة والأرصفة ومداخل الركاب من 15 يوم كانوا لسه بيجددوا فيها النهارده لقيت برضه في تغيير بره وجوه بس يا ريت بقى التغيير كمان يبقى فيه في لمسات ناقصه يعني عايزه باسكت باسكت جنب كل لست كده او كراسي الناس بدل ما ترمي في الارض ويجي العامل ينقشلها لا يبقى جنب منه باسكت يحط مثلا الحاجة فيها حاجه النهارده تشرف حاطه نظيفة فرق واضح خالص عن الاول الجولة هي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير محطات القطارات في مصر وتحسين كفاءتها من جميع الجوانب عمرو عبد الحميد الحياة اليوم شغل جيد الحقيقه فيما يتعلق بتطوير محطات القطارات وانا الحقيقه مستبشر خير بالدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل اللي كان محافظ القاهره وراجل نشيط الحقيقه ولسه ماسك وزاره النقل الجديد انا مستبشر بخير انه هيعمل نقله طبعا امكانيات والفلوس كتير مطلوبه في السكه الحديد والنقل لكن الافكار عندي والنشاط والكفاءه والاجتهاد اهم من الفلوس واعتقد ان هو بيملكهم الدكتور جلال السعيد. خليني اختم مع حضراتكم حلقتنا النهارده بشيء ايجابي عشان انا من انصار دايما ان الانطباع الاخير هو الذي يبقى فالانطباع الاخير في حلقتنا النهارده ايجابي. نجوم كره القدم المصريين المحترفين واهمهم على الاطلاق محمد النني ومحمد صلاح، محمد صلاح بيلعب في نادي روما ومحمد النني بيلعب في نادي ارسنال في انجلترا. انا بعتقد ان هم مش بس نجوم وبنحبهم وبنتابعهم وبنشجعهم، لا هم كمان سفراء لمصر. ونموذج وقدوه لالاف الشباب خصوصا ان سنهم صغير محمد صلاح ومحمد ديني 22 و23 و24 سنه يعني ملايين الشباب في سنهم فبالتالي لما يعملوا حاجه اعتقد ان هم قدوه ناجحه، محمد صلاح عمل هذا الاسبوع حمله رائعه جدا لمقاومه الادمان والمخدرات اسمها انا اقوى من المخدرات، عايز تبقى ناجح عايز تبقى كبير عايز تبقى محترف عايز تبقى نموذج لازم تبقى زي محمد صلاح فلازم تبعد عن المخدرات اللي بتتوهك عن مستقبلك اما محمد النني عامل النهارده حمله جميله جدا وهو في ارسنال في انجلترا عامل دعوه لا النني بقى ده مش مش صلاح النني ده عامل دعوه للمشجعين الانجليز للسياحه في مصر والقدوم الى مصر فطالع على صفحته شايل طبق كشري وبيقول لهم كشري ده من الاكلات الشعبيه المشهوره الجميله تعالوا زوروا مصر انا بشكر النني وبشكر صلاح والحقيقه هو ده الجهد اللي يجب ان يفعل من النماذج والسفراء المصريين والنني الحقيقه احسن اختيار جدا لما أعلن عن مصر بالكشري لأن مصر بصراحة كشري وبالدقة صباح على خير.